انا مالي مذنون، انا مالي مذنون، انا مالي مذنون، مالي مذنون، انا مالي مذنون. يا مدحه مدحه، يا محلاها الحريه، يا محلاها الحريه، يا محلاها الحريه، يا محلاها الحريه، وسوريا نادت فيا رب السما محييا سوريا ردوها ليا، يا محلاها الحريه سوريا يا محلاها الحريه. وشامينا لا تهتمي بديك بروحي دير الزر مونداي إلا دقية. يلا يا الحرية، يا محلاها الحرية، وطقوا موتوا بعصية والأسد فقد الشرعية، راحت المحسوبية بثورتنا السلمية. يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية. Happy birthday to Beeshu. Happy birthday to Beeshu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Beeshu. شو حاطين لي يا ترى بالهدية اليوم؟ مندس مثلا؟ سيدي بس 50. بس 50؟ بس 50؟ يا شبيح يا شبيح يا شبيح. حاضر سيدي. شو هاد؟ ما هذا 50 قتيل فقط في عيد ميلادي؟ مو وعدتوني انه خلصت؟ والله يا سيدي ما بعرف شو بدي اقول لك، ما عم تخلص يا سيدي، ما عم تخلص. يعني طلع شوف ريف دمشق كله قايم يا سيدي، حرستا، زمايكا، حمص قايم الدنيا يا سيدي، دير الزور بس 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 خلص. لا اريد ان اسمع كل هذا الكلام السخيف، اريد ان اكون سعيدا في عيد ميلادي، ولو اضطررتم ان تقتلوا الشعب السوري كله. يا سيدي والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا سيدي، اليوم بتعرف شو كانوا عم يقولوا بحما يا سيدي؟ شو؟ كانوا عم يقولوا يا اهالي الشام، يا اهالي الشام، عنا بحما سقط النظام. انت هنيك ساقط سيدي؟ انا هنيك سقطت بحما؟ عم تخبرني يوم عيد ميلادي اني سقطت؟ لا سيدي لا سيدي، لا تبكي يا سيدي. يا الله فعلا بلد حاكم هو ولد لك يا سيدي، طول بالك يا سيدي طول. ليش عم تبكي يا بشار؟ صراحة والدي العزيز أنا ما عم ببكي، بس أنا يعني مرشح حالي للانتخابات فرشحت فبكيت. لك عم تمزح معي ولا لا؟ بابا بس صراحة أنا عم جرب صوتي. جد خلك واحد تافه، أنت واحد تافه وجبان، أنا ما عديتك لهيك ظروف. صراحة والدي العزيز يعني أنت عديت أخي باسل. خلاص تفي. شو اجت فيك يا شبيح؟ لا 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 سيدي، اجت وراي، اجت وراي. طلع فيني ولا والدي العزيز ما بعرف يعني بصراحة، يعني إن انا 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 لا اعرف ماذا. انت ما قريت التاريخ؟ ما قريت انا شو عملت بحماه؟ قتلتهم كلهم وهيك خليت القصة تخلص عن جد، مو مثلك خلصت خلصت وهي ما خلصت. بس يا والدي العزيز يعني صراحة أنت قتلت جميع أهالي حما ونسيت أن تقتل القاشوش مثلا. ومين هذا القاشوش؟ تذكرته، هذا اللي بيغني يا بشار ويا مندس تضرب أنت وحزب البعث، روح ظبط حرف الإس ويلا ارحل يا بشار، ويلا ارحل يا بشار. انتوا يا ما عم ترقص، أنا كنت عم جربكم. طالع هون، عن جد إنك واحد تافه. شو اجت فيك يا شبيح؟ لا سيدي، اجت بالقائد المناضل. طيب ليك ولا حضر ابي، بتروح بسرعه لعند اخوك هالجحش وبتخليه يلبس بدلته العسكريه اللي هلك سمانه فيها وما كان يلبسها، وبتعمل استنفار بكل القوات المسلحه البحريه والجويه والارضيه، وبتقتل كل المندسين واللي من حبك جية كمان، ما بتخلي حدا. ما فيني يا والدي العزيز، ما فيني ما فيني، لأنه الزمن تغير عن الثمانينات.
يا والدي العزيز، أصبح اليوم لدينا معلوماتية وموبايلات ومحطات فضائية ورأي عام عالمي. كل الناس ضد الجزيرة العربية، كل الناس ضدي والقنوات، حتى أوروبا أصبحت ضدي وهي جوات بطن وليد المعلم. نعم نعم سيدي، كلام مقنع والله. عليك شو؟ اجت فيك هالمرة؟ لا سيدي، كمان بالقائد المناضي، كلهم هنيك عم يجوا. طيب يلا روح اعمل مثل ما قلت لك وما يهمك حدا. حاضر يا ولدي. انا لازم روح، عندي حفلة شواء بالجحيم. يلا بس قبل ما روح اهتفوا لي شوي، اشتقت للكرسي. حاضر. يلعن روحك يا حافظ، بالروح بالدم نفديك 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 يا حافظ، بالروح بالدم نفديك. بس 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 خلص خلص، ما صدقت يعني؟ انا هون الرئيس هلا. بالروح بالدم نفديك يا بشار، 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 بالروح بالدم نفديك يا انا. ماهر لازم روح اقول لاخي ماهر ما يلبس البدله هلا قبل ما يغسلها. بيان رقم واحد، اكيد هيك ما حنضل. اليوم سنعلن عن الإصلاحات التالية. للشعب السوري ساير يا شبيه، ماذا تبقى من الشعر؟ عمره 10 سنين، عشت حياتي تركني حلم.